طب احنا معانا عمرو السعيد رئيس نادي الصيد حبيبي سابقا، هنشوف هيقول لك ايه ونرجع نحلل كلامه تاني. بالنسبه للدكتور عمرو طبعا هو قيمه كبيره جدا، وبالنسبه لنا واحنا شباب صغير ويمكن 17 سنه او 16 سنه كان دكتور عمرو ظاهره في الكوره، هو والدكتور طه اسماعيل لما عملوا فرقه الناشئين وبفكر جديد وباختيارات جديده وبحاجه عمليه وعلميه اكتر منها مجرد نختار فرقه. فالنتيجه انه اصبحوا الاولاد 16 17 سنه مشاهير على مستوى مصر، طاهر ابو زيد، حاتم الكردي الله يرحمه، كان في ثلاثه من نادي الصيد، ابراهيم عزت الجون اللي كان مع شوبير في نفس الفرقه، وكان رضا شبكه راجل لعب دولي، ورياض حاتم، غير يعني كانت المتابعه جميله جدا على مستوى مصر بالنسبه لفرقه الدكتور عمرو. وكان حلم لكل واحد في السن ده ان الدكتور عمرو يبص عليه ويشوفه بيعرف يلعب ولا لا، يمكن يختاروا في فرقه الاحلام زي ما كانوا يسموها زمان. وبعدين مرت الايام وراحت وجت، وجينا في سنه 92 وانتخبت في مجلس اداره نادي الصيد، واول حاجه فكرنا فيها ان احنا نعمل مدرسه كوره. فلما فكرنا نعمل مدرسه كوره ما كانش فيه غير العلامه دكتور عمرو ابو مجد ان هو يعمل لنا مدرسه كوره. مدرسه الكوره كانت قبل المدارس الكتير قوي اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي في مصر، لدرجه انها كانت ظاهره، مدرسه الكوره بتاعت نادي الصيد ظاهره لدرجه ان جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي وعيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي وناس جم حضروا جلسه تدريبات وحضروا تدريبات وبتاع وابدوا اعجاب. هبعت لكم الصوره دي ممكن تبقوا تنزلوها يعني. ونجحت مدرسه الكوره نجاح رهيب يعني، مصر كلها كانت بتتكلم عليها، ومن نجاحها عممنا الفكره في كل الالعاب، فاصبح نادي الصيد زي ما بنقول مصنع الابطال. فدكتور عمرو من نجاحه الاعضاء النادي قرروا ان هم لازم يبعدوا مجلس اداره، وبناء على رغبه الاعضاء والحاح شديد جدا الدكتور عمرو ترشح عضو مجلس اداره، وطبعا نجح وعممنا فكره المدارس الرياضيه في كل العاب النادي، ولغايه دلوقتي لسه شغاله، بصمته لسه موجوده على الالعاب وعلى الرياضه في نادي الصيد. اما علاقتي الشخصيه بالدكتور عمرو فده الحقيقه شرف يعني، يعني بعد ما كان الراجل حلم انه يعني نسمع عنه وبتاع مش عارف ايه، وجه نادي الصيد جمعنا، هو عضو النادي طبعا، جمعنا هو الراجل صداقه جميله جدا، وان احنا نشتغل مع بعض مد ايدنا بعض. هقول له اجمل حاجه في الدنيا ان الانسان يسيب اثر، ويسيب اثر طيب وسمعه طيبه لعيلته وناسه ويعني في وجوده ومن بعده. ودكتور عمرو انت اثر جميل جدا في كره القدم، يعني بدليل على كده ان الجيل اللي انت دربته كله لعب منتخبات مصر لغايه ما كمل للاخر، عملت خليتهم منضبطين، خليتهم لاعبين على مستوى عالي، فانت سبت اثر، سبت اثر في كل الانديه اللي رحت فيها واشتغلت فيها، سبت اثر على لعيبه كتير قوي عدوا من تحت ايدك. فاقول له ايه، ربنا يكرمك دكتور عمرو ووفقك دايما، انت تستاهل كل خير يعني. ربنا يكرمك. هتقول له ايه لعمرو؟ عمرو ده حبيبي، عمرو ده اولا عمرو السعيد ده هو صاحب الفكره ان انا اروح نادي الصيد. يعني هو اللي كلمني وقال لي يا دكتور عمرو مش عارف ايه وتيجي والنادي مش عارف، انا بقى في النادي قدام بيتي. فقلت له حاضر يا عمرو. عمرو سعيد ده انسان كويس جدا ومخه مرتب وحاجه جميله، وبيحب النادي وكان رئيس نادي على فكره الفتره اللي فاتت. ونجح نجاح كبير جدا، ربنا يبارك لك يا عمرو، وشكرا جزيلا على هذا الكلام الجميل.